وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. استقي الأنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله تعالى أنهينا في الحلقة الماضية سورة الأنفال تلاوة، وسنشرع بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بسورة التوبة. طبعا من عادتنا في هذا البرنامج أن نبدأ بالتلاوة المنهجية لصفحة من كتاب الله عز وجل بالتسلسل، كل حلقة نأخذ صفحة من كتاب الله عز وجل، وفي القسم الأوسط من البرنامج نقرأ مما تيسر من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، وفي القسم الثالث والأخير من البرنامج نفتح المجال للاتصالات الهاتفية لمن أراد منكم أن يسمعنا تلاوته، أو إن كان عنده سؤال يتعلق بالتجويد أو الوقف أو الابتداء أو ما شابه. هذه السورة، سورة التوبة، فيها مزية ليست موجودة في أي سورة أخرى في القرآن العظيم، وهو أنها ليس في أولها بسملة. نحن نعلم بأن القرآن العظيم أدامه الله علينا، كتاب ربنا، فيه 114 سورة، وفي أول كل منها بسملة، سطر بسم الله الرحمن الرحيم، إلا هذه السورة، سورة التوبة، ليس في أولها بسملة، بل يبدأ القارئ بالتعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يشرع في السورة مباشرة من غير بسملة. سنتوسع في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى قليلا بعد تلاوتنا لهذه الصفحة المنهجية، فلننتبه إلى ذلك. إذن الصفحة 187، الصفحة 187، وبداية سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم
كنتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله. هذه الصفحة التي قرأناها من أول سورة التوبة ذكرت في بداية البرنامج أنه ليس في أولها بسملة، فإذا أراد القارئ أن يبتدئ التلاوة منها فليفعل كما فعلنا، يتعوذ ثم يبدأ بالسورة مباشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. فإن كان يقرأ متسلسلا وأنهى مثلا سورة الأنفال وآخرها إن الله بكل شيء عليم، وأراد أن يعني يبدأ ببراءة، فهو مخير بين واحد من أمور ثلاثة، مخير، ليس يعني مجبور أن يأتي بالأوجه الثلاثة، واحد منها يكفي. إما أن يقف فيقول إن الله بكل شيء عليم ويقف ويتنفس ثم يقول براءة من الله ورسوله ويتابع، وإما أن يسكت، يسكت يعني كالوقف الذي فعلته لكن من غير تنفس، هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله، يعني يقول عليم ويطبق شفتيه ويبقيهما هكذا ويسكت ولا يتنفس من غير تنفس، ثم يبدأ براءة من، هذا هو السكت، إذا قطع الصوت على حرف قرآني من غير تنفس بنية استئناف القراءة، هذا سكت، واضح أخواني؟ بينما الوقف مثله لكن يقف ويتنفس. الأمر الثالث الذي هو موضع الخيار، إما أن يقف إما أن يسكت وإما أن يصل، إن كان نفسه مدادا، مداد يعني ما شاء الله نفسه طويل، يقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، وهكذا. هذه الأوجه الرئيسية، واحد من ثلاثة منها يكفي، هذا بالنسبة للقارئ العادي. أما بالنسبة لأهل الاختصاص فهناك تعمق أكثر، وجه الوقف يتفرع عنه سبعة أوجه، وجه السكت يتفرع عنه سبعة أوجه، وأما الوصل فيبقى وجها واحدا، يعني ممكن نقول بصير المجموع 15 وجها. هذه فقط للمعلومية، لستم مضطرون أو لستم يعني ليس فيها ضرورة لكم
يكفي أن إما أن يقف إما أن يسكت إما أن يصل. أما أهل التخصص فلهم كلام ثاني أوسع من هذا الكلام، لا نريد أن نشغل بالكم بذلك. أيضا عندنا في هذه الصفحة أشياء ننبه عليها. لاحظتم أنني قلت في الآية الثانية، قلت فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، ووقفت لأن نفسي انتهى. لعل في بعض المصاحف، انظروا من كان منكم معه مصاحف، بعض المصاحف يضعون على غير معجز الله يضعون لا، علامة وقف لا. ليس هذه لا ليس معناها لا تقف، معناها لا تبدأ مما بعدها، لا تبدأ، يعني لا تقول واعلموا أنكم غير معجز الله وتقف ثم تبدأ وأن الله مخزي الكافرين. احفظوا هذه القاعدة أيها الإخوة، أن مفتوحة الهمزة لا يبدأ بها، يعني لا يصير أن نبدأ أن كذا كذا وأن كذا كذا، انتبهنا كيف؟ إن كانت مكسورة يبدأ بها، وإن أو إن الله يحب المتقين، وإن لو كانت وإن الله مخزي الكافرين يبدأ بها، لكن وأن مفتوحة الهمزة معناها الكلام مربوط بالكلام الذي قبله. قال ربنا جل جلاله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، يعني واعلموا أن الله مخزي الكافرين. فباعتبار أنها متعلقة بالماضي، لو ضاق نفس أحدنا ووقف وفعل كما فعلت أنا واعلموا أنكم غير معجز الله، يعود فيملأ صدره بالهواء ثم يقول واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، فيصلها بعضها ببعض. عندنا أمر مهم يتعلق بالنحو. قال ربنا في الآية الثالثة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله، اللام في رسوله مضمومة، هي معطوفة على من؟ معطوفة على بريء، أن الله بريء، أو هي مبتدأ لخبر محذوف تقديره ورسوله بريء، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء من المشركين. لكن لو من المشركين من حرف جر، المشركين اسم مجرور وعلم جره الياء، لو قلنا ورسوله والعياذ بالله، شوفوا كسرها الضمة لو حولناها بالخطأ إلى كسرة يصير المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني بريء من المشركين وبريء من رسوله أيضا. نسأل الله العافية لنا ولكم، هذا طبعا غير صحيح، معناه فاسد. فهل رأيتم إخواني كيف أن ضمة وفتحة وكسرة قد تغير معنى الآية أو معنى المقطع القرآني؟ فلننتبه جميعا إلى ضمة اللام في ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين. في الآية الثانية أيضا قال ربنا جل جلاله، في الآية الأولى براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم، انظروا كيف نطقناها، عاهدتم، هدتم، يعني نطقنا تاء مشددة. أين الدال؟ الدال تحولت إلى تاء وأدغمنا التاء في التاء التي بعدها فصارتا تاء واحدة مشددة، عاهدتم، وأصلها عاهدتم، عاهدتم، لكن الدال والتاء من مخرج واحد، يعني هما حرفان متجانسان وسكن الأول منهما، فالعرب تدغم ذلك. قال إمامنا الجزري رحمه الله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فهنا حرفان متجانسان دال وتاء، يعني من المخرج نفسه، وأولهما ساكن وهو الدال فأدغمناه في التاء بعده، عاهدتم، هكذا تنطق بتاء مشددة. حتى لو نظرتم في المصحف تجدون الدال ليس عليها سكون والتاء عليها شدة وضمة، هدتم شدة وضمة، كناية عن أن الدال قد تحولت إلى تاء وأدغمت التاء في التاء. هذه كلمة عاهدتم جاءت في الآية الأولى وجاءت أيضا في الآية الرابعة إلا الذين عاهدتم من المشركين، عاهدتم من المشركين، أيضا جاءت في الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وجدت أصلها وجدت، وجدت دال بعدها تاء، نفس القصة، التقى حرفان متجانسان دال وتاء
والأول منهما ساكنها والدال، فتحولت الدال إلى تاء وأضغمت في التاء. هكذا كان نطق العرب كله، كان ميلا إلى السهولة. أيهما أسهل؟ وجدتم، جربوها، وجدتم ولا وجدتم؟ وجدتم، لا شك أن وجدتم أسهل بكثير. في الآية 5 عندنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، آتوا بفتح التاء، آتوا أيها الإخوة فعل ماضي، لو كانت فعل أمر بنقول آتوا أنتم، أقيموا الصلاة أنتم، آتوا الزكاة أنتم، لكن هم فعل ماضي، أقاموا الصلاة آتوا، آتوا، فإن رأيت التاء مفتوحة في آتوا فاعلم أنه فعل ماضي، واحرص على الفتحة وإلا تحولت إلى فعل أمر. يعني لا تقل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، هذه تقريبا أهم الأشياء في هذه الصفحة. بقي عندنا كلمة في آخر شيء قرأناه، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه، انظروا إليها، غين ساكنة في أبلغه، غين ساكنة مسبوقة بكسرة. وعندما شرحنا مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء ذكرنا مذهب أبو الأصبغ رحمه الله السماتي، وذكرنا مذهب ابن الجزري الذي عدل فيه قليلا على مذهب أبو الأصبغ. أبو الأصبغ قال أفخم شيء المفتوح المضموم المكسور، وسكت عن الساكن. المتولي رحمه الله إمام شيخ مشايخ مشايخنا، شيخ مشايخ مشايخنا أو الإمام المتولي، توفى 1313 هجري، يعني قال وتابع ما قبله ساكنها، فهذه الغين الساكنة يعاملها معاملة غي المكسورة، فيقرأ ثم أبلغه لغ، انظروا لغ، كأنه يقول غي، ونزعنا ما في صدورهم من غل، أبلغه. هكذا يفعل بعض الشيوخ في عصرنا هذا، ومستندهم كلام الشيخ المتولي. مذهب ابن الجزري رحمه الله أن مراتب التفخيم 5، والمرتبة الرابعة هي الساكن بغض النظر عن الحركة التي قبله، فجعل ابن الجزري للساكن مرتبة أعلى من المكسور وأدنى من المضموم، يعني صار مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، مكسور، فالساكن أدنى من المضموم وأعلى من المكسور. هكذا ثم أبلغه مأمنه، لغه أبلغه، لغ، يعني الفرق بين أبلغ وأبلغ ضئيل، لكنه موجود هذا الفرق. نعم، أنا أميل إلى مذهب الإمام ابن الجزري لأنه أدق، ولأمور شرحتها في غير هذه الحلقة. بارك الله فيكم، نأخذ فاصلا أيها الإخوة ونعود لنقرأ في كتاب التبيان إن شاء الله تعالى، فحياكم الله. وجداني إليك دائما يا كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في أهلية المعلم واحترام الطالب له. وقرأنا منها سطرين وشرحناهما باستفاضة، الآن أقرأهما من غير شرح. قال رحمه الله: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد، هذا كله شرحناه في الحلقة الماضية، فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لأن الإنسان أيها الإخوة لا يأخذ من أستاذه فقط الحروف والتفخيم والترقيق والهمس والجهر، وإنما يأخذ من طباعه ويأخذ من أخلاقه ويأخذ من سلوكه ويأخذ من آدابه، شعر أو لم يشعر، وكما قالوا: من جالس جانس. قال النووي رحمه الله: وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام. طبعا لا، طالما إنسان عم يعلمك وأنت رضيت أن تكون طالبا عنده فعليك أن تحترمه لما يسدي إليك من معروف. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام،
ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته. هذه يعني مع كامل الاحترام والمحبة لسيدنا النووي رضي الله عنه، يعني هو أخذها من الفقهاء مما قالوه عن أصحاب المذاهب، يعني بيقولوا أصحاب المذاهب يعني أنه مثلا على الشافعي، على من كان مذهبه شافعي أن ينظر إلى أن قول مذهبه هو أصح الأقوال. كلام ما أدري والله على إيش استندوا فيه، نفس الكلام يقولونه الأحناف، نفس الكلام يقولونه المالكية والحنابلة، أنه ينظر إلى مذهب إلى أقوال مذهبه الذي تمذهب به هكذا قدرا. يعني واحد فتح عيونه لقى نفسه بين قوم مالكية فصار مالكيا، أو شافعية فصار شافعيا إلى آخره. فكيف أنا يعني بدي أنظر إلى رجحان قول هذا الإمام وأنا لا بعرف بالأدلة؟ يعني كلام لا أدري والله على ما استندوا عليه، ونفسي تأباه. من كان متعصبا أيها الإخوة أو متحيزا فليتحيز إلى الحق وليتعصب إلى الحق. الأئمة الفقهاء جزاهم الله عنا كل خير، بذلوا جهدهم وحققوا المسائل وسهروا لياليهم وأتعبوا أنفسهم وأعملوا أذهانهم، لهم منا كل الشكر. لكنهم ما وصلوا إلى درجة العصمة، ولا وصلوا إلى مرتبة النبوة، ولا يوحى إليهم، وإنما قالوها بالاجتهاد، والاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب. فكيف أنا أنظر إلى يعني صاحب مذهبي بكمال الأهلية ورجحانه على طبقته؟ يعني كلام ما أدري مستنده الشرعي. هذا على مستوى المذاهب الفقهية، فما بالك بمعلم قرآن؟ يعني الآن احنا نرى ما لا ليس سرا في المساجد، يعني تجد بأن أحد الشباب حفظ القرآن، كان متقدما على أقرانه، صار عمره 18 20 سنة، عمل حلقة وجلس، فصار هو عمره 20 عم يقرأ اللي عمره 13 و12 و14 إلى. طب هذا اللي عمره 13 و14 بده ينظر إلى عمره 20 سنة بكمال أهليته؟ أي كمال أهلية هذا؟ هذا أبو 20 سنة لسه ما تعلم إلا فقط استظهر حروف القرآن، استظهرها يعني حفظها عن ظهر قلب. أين هو من النحو؟ أين هو من الصرف؟ أين هو من التفسير؟ أين هو من البلاغة؟ أين هو من علم رسم المصاحف؟ أين هو من علم الضبط؟ أين هو من علم عد الآي؟ أين هو من علم الناسخ والمنسوخ؟ أين هو من علوم القرآن؟ علوم كثيرة ما شم رائحتها بعد، هو ما زال في الطريق، لكنه متقدم على من هم دونه سنا وحفظا، فجلس ليحفظهم ما يحفظ. ليس هذا الطالب اللي عمره 14 مطلوبا منه أن ينظر إلى أستاذ اللي عمره 20 22، كما قال النووي رحمه الله، بكمال أهليته ورجحانه على طبقته؟ لا لا، يعني هذه العبارة لا تنزل فيها. هو أخ أقدم مني، أنا عمري 14، أستاذي عمره 20 22، هو أقدم مني، نعم أحترمه غاية الاحترام لأنه يعلمني، نعم أدعو له لأنه يبذل وقته من أجلي ومن أجل تعليمي، نعم، لكن ما أستطيع أن أنظر إليه بكمال أهليته. كمال الأهلية هذه كلمة كبيرة، من يصل إليها إلا أفراد معدودين، فيعني هذا الكلام صعب شوي. نعم، قال النووي رحمه الله: فإنه أقرب إلى انتفاعه منه. يعني المهم الإنسان يعمل بقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. إنسان علمني ولو 5 أجزاء له فضل علي، أحترمه لفضله، لما أسدى إلي من معروف، لا لكمال أهليته. من فين بدنا نجيب هذه كمال الأهلية؟ انتبهتوا كيف؟ لا تنسوا الفضل بينكم، هذا أستاذي أذكره بالخير، أدعو له بالخير. إذا سئلت من علمك أقول علمني الأستاذ فلان جزاه الله خيرا، لا أستحي من ذلك ولا أتعير بذلك، فلننتبه إلى هذا الأمر. قال النووي رحمه الله: وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عني، اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. يعني هذا شو القصد منها؟ القصد أن يكمل انتفاع الطالب من هذا الأستاذ. يعني ما فينا أحد كامل أيها الإخوة، ما فينا أحد كامل. إذا الطالب بده يجلس يتتبع عورة أستاذه وشو حكى وشو جوا عمل وشو برا قال وشو قال على التليفون وشو كتب بالدفتر وما بعرف إيه، كيف يستفيد منه؟ ما فينا أحد كامل. الإنسان عليه أن يعني يأتي إلى درس أستاذه، يأخذ الدرس وينطلق. أنت جئت إلى هذا الدرس لتأخذ درسا من أستاذي، خذه وانطلق. أما أن تتتبع الأمور وتبحث عن العورات هذه مصيبة، ولا ينتفع طالب بهذه النفسية أبدا أبدا.
يعني بعض الطلاب الله يهديهم يصلحهم بيروحوا بيجيبوا غرائب الأسئلة وبيسألوها للأستاذ في الحلقة لإحراجه. طيب إن طالب بهذه النفسية كيف يفتح الله عليه وكيف يوفقه؟ ما قصد من هذا السؤال التعلم، وإنما قصد إحراج الأستاذ أمام هؤلاء الطلاب، فلن يوفق هذا الطالب أبدا ويضيع وقته سدى، ولو أنه لم يأتي إلى الحلقة لكان أخف عليه ذنوبا مما فعل. من جاء إلى حلقات العلم وحلقات تحفيظ القرآن فعليه أن يأتي للاستفادة، للاستفادة، جئت لأستفيد، جئت لأتعلم، كما قال موسى عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، رشدا، تعلمني مما علمت رشدا، لا أن أنظر إليك بعين الانتقاص وأبحث عن عوراتك وأبحث عن سلبياتك لأنشرها. ما فينا أحد كامل، ما في، بالعكس المفروض لو كان مسلم مع مسلم عادي ورأى منه سلبية أن يسترها، فإن استطاع أن ينصحه سرا نصحه سرا، ولا يفشيها ولا يعلنها. هذه هي مصيبة مجتمعاتنا، الكلام في خلف الإنسان، يعني يرى منه سلبية فبدلا من أن يأتي إليه على لوحده هكذا وينصحه ويقول: يا أخي الأمر الفلاني بارك الله فيك، لو تتركه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كذا، لا، ما يفعل هكذا، ولا يقول له، يذهب ويتكلم مع غيري، يقول: رأيته فعل كذا، رأيته قال كذا. يعني لماذا تفعل أنت هذا الفعل؟ هل تريد أن تجعل يعني منزلة هذا الأستاذ في أعين الناس قليلة؟ كيف يفتح الله على طالب هكذا يفعل مع أستاذه؟ فالأدب أيها الإخوة، الأدب مع الأستاذ لأمرين قلتها بالحلقة الماضية: الأمر الأول لما في صدره من العلم، والأمر الثاني لأنه علمني وأتاني منفعة منه، فأنا يعني أحترمه لهذين الأمرين. ولا أعتقد كمالا إلا في الأنبياء، الكمال للأنبياء عليهم السلام، ولا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: وقال الربيع، الربيع من يعني أجل تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، مع أنه يجلس معه يوميا، ومع ذلك بقيت هيبة الشافعي في نظر الربيع. ما اجترأت أن أشرب الماء في حضرة الشافعي وهو ينظر إلي هيبة له. سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء الطلاب هنيئا لمشايخهم بهم، لأنه مع الأسف الشديد التجارب أثبتت أنه بعض الطلاب إذا يعني الأستاذ تباسط معه ظن بعد فترة أنه هو أستاذه، يعني صاروا أقران. هذه مصيبة، مصيبة. وفي بعض الآخر ما شاء الله لو تصاحبه 30 سنة بل 40 سنة وتتباسط معه وتمزح معه وتسافر معه، يبقى مقام الهيبة والأستاذية، لا ينسون الفضل. يعني سبحان الله، الناس فيهم هكذا وفيهم هكذا. قال النووي رحمه الله: وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. يعني من دخل على مجلس وفيه عالم ذو شأن فيسلم عامة على أهل المجلس، ثم يقصد ذلك العالم فيخصه بالتحية، وأن يجلس أمامه، يعني من باب الاحترام يجلس أمامه. ولا قال سيدنا علي: ولا تشيرن عنده بيدك. في ناس متعودين وهم يتكلمون يعني بيعملوا بإيديهم حركات ويمين ولفوق ولتحت، هذه ما تليق أمام العلماء. إذا من أراد أن يتكلم أمام العلماء عليه أن يقل الحركة جدا، كيف حالكم إن شاء الله بخير، في المسألة الفلانية، أن يتكلم هكذا مع بسمة خفيفة ولا يفعل بإيديه هكذا وهكذا، ما تليق في مجالس العلماء. قال النووي: ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك. طبعا ويل لكل همزة لمزة، يعني يعمل بعينه هيك هكذا، ما يصح هذا العمل. ولا تقولن قال فلان، يعني بيكون مثلا أحيانا الله يهديهم بعض الطلاب بيجي بيقول: ما حكم كذا كذا؟ بيقول له الشيخ: حكمها كذا كذا. بيقول له: بس فلان قال كذا. طيب يا أخي ماذا أنت ماذا تريد؟ يعني
هذا الذي تكلمه أمامك هو عالم على عيني ورأسي، لكنه بشر، لعله يغضب، لعله ويقول لك هذا فلان مو فهمان شيء بالغضب. بيجي بعض طلاب السوق بيروحوا لعند التاني، سيدي قال عنك ما بتفهم شيء، أنا ما بفهم شيء، هو كذا كذا. بيرجعوا لعند التاني، سيدي قال عنك أنت كذا كذا. فهؤلاء طلاب السوق ينقلون كلام السوق، وهذا رأيناه وسمعناه مع الأسف، لكنه لله الحمد ليس ظاهر، ليس ظاهر اجتماعي، موجود وقليل، ونسأل الله ألا يبقى له وجود، لكنه موجود. إذا من الأدب ألا يقول أن له قال فلان، يعني أن يسمي أسماء. إن أردت يا أخي أن تسأل فاسأل عن المسألة، تقول للشيخ سيدي بعض الناس يقولون، بعض الناس ما تسمي يقولون كذا كذا في المسألة الفلانية، فماذا يعني ترون أن يقال لهم؟ يعني هكذا تسأل مسألة، تريد المسألة ما تريد أسماء أشخاص. لا توقع بين العلماء يا طالب العلم، لا توقع بين العلماء، لا توقع بين الأساتذة، لا تنقل أسماء، لا انقل القول من غير القائل، والأستاذ الذي أمامك يجيبك على القول من غير أن يذكر أحدا بسوء. ولا تغتابن عنده أحدا، أيضا من أدب العلماء أن لا يغتاب الإنسان عندهم أحد، لأنه أمام أحد أمرين، إما أن يسكت فهذه مشكلة مع الأستاذ الذي سكت، سمع غيبة وسكت، وإما أن ينقدك ويقول لك لا تغتاب أحدا فتقع أنت في الحرج. فالأولى من هذا كله ألا تغتاب أحدا. على سبيل الطرفة أذكر مرة كنت مع أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وكان لا يغتاب أحدا، والله أيها الإخوة، والله عاشرته السنوات الثلاث الأخيرة من عمره ما كان يغتاب أحد، ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحد في مجلسه أبدا أبدا، انظروا إلى كلمة أبدا. فمرة كنت أقول له سيدي فلان كذا، قال لي يا عمي مين فلان؟ قلت له سيدي هذا القصير، قلت له هذا القصير، قال لي يا عمي الله يرضى عليك لا تقول قصير، هذه غيبة، لو كان موجود بتقول أمامه القصير؟ قلت له طيب سيدي شو بدي يقول؟ سكت، قال لي لا، لي قول لطيف القامة، لطيف القامة يعني قامته لطيفة، يعني ليس فيه ذلك الطول وكذا. فشوف يعني الله يرحمه اللطافة، اللي قول لطيف القامة ما تقول قصير، سبحان الله العظيم. يعني هكذا العلماء إذا الربانيون إذا وجدوك على صواب شجعوك وأيدوك، وإن وجدوك على عوج نبهوك وحذروك محبة لدين الله ومحبة لك. يعني شيخنا رحمه الله لما قال لي هذا العبارة كم أفادني، كم أفادني، جزاه الله عني كل خير. ثم قال الإمام النووي نقلا عن سيدنا علي بن أبي طالب عن الأدب مع العالم، ولا تسارر في مجلسه، يعني تصوروا نحن في مجلس وفي عالم يتكلم وأنا في جنبي صديق لي، فالعالم يتكلم بعدين أنا بلتفت على اللي جنبي بقول له مثلا كذا كذا أساريره. العالم بشر ما هو ملك، لعله يظن أنني يعني أنتقده في عبارة قالها أنا وزميلي. الشيطان ما مات أيها الإخوة. لا تسارر في مجلسه، تسارر يعني تتكلم سرا، هذه الأعمال كلها منفذ إلى الشيطان، فنحن بتركنا لها نغلق أبواب الشيطان. ثم قال رحمه الله ولا تأخذ بثوبه، يعني في ناس بجره كالشيخ من توبه أو كذا، ولا تلح عليه إذا كسل، يا شيخ خلينا نكمل كذا، طب شفته أنهى الدرس، لعله متعب، لعله بحاجة إلى دخول الحمام، لعله لا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض أي لا تشبع من طول صحبته. يعني في ناس بيقولوا كما يقول الناس العامة لكل جديد لذة، لكل جديد لذة، أحيانا بتلاقي طلع فجأة على السطح أحد المتكلمين، أحد الناس في التلفزيون، ما شاء الله الناس ما صار لهم حديث إلا هذا الإنسان، ويتداولون الفيديوهات وكذا سنة سنتين، ثم بعد ذلك يطويه النسيان ويخرج غيره. فإذن العلماء يجب أن نصحبهم بالأدب لفضلهم ولما علموه للأمة، لا أن يعني إذا أردنا دائما أن نسمع الجديد، العلم ما هو كله جديد، العلم قديم، العلم قديم، ونحن نسمع لنتذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال النووي وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي كرم الله وجهه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر،
إن قدر مثلا واحد اغتاب شيخه إذا بيطلع بيده يرد الغيبة ببيان أنه لا يا أخي الموضوع ليس كذلك فليفعل، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. أحيانا قد ينتقد بعض الناس أستاذك وأنت لا تعلم حجة الأستاذ في الجواب على هذا الكلام، فإما أن تدفع عنه إن كنت تعلم وإما أن تفارق ذلك المجلس كما قال الإمام النووي. جزاه الله عنا على هذه الآداب التي يعلمنا إياها. نقف عند قوله رحمه الله: فصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم. فصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم، ونتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نتلقى اتصالاتكم الهاتفية، فحياكم الله. كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. هذا قسم من برنامجنا مخصص لاتصالاتكم الهاتفية، ومعنا الأخت أم عبد الرحمن من سوريا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا بكم، تفضلي بأول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله أختي أم عبد الرحمن، الصوت عندي ما هو واضح ولا أستطيع أن أحكم على تلاوتك مع الأسف، لعلك تتصلين في حلقة أخرى إن شاء الله. الذي سمعته منك أم عبد الرحمن كان جيدا. معنا خديجة من سوريا. خديجة من سوريا تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي بارك الله فيك من أول الصفحة. تفضلي يا أخت خديجة. ما لي سمعان الصوت، ارفعي صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ففيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. بارك الله فيك أخت خديجة، يعني تلاوتك جيدة بس في أجود
لا تتكئي على بعض الحروف فجأة، يعني الحرف لا تعطيه زمن أكثر مما يستحق. يعني لا تقولي من المشركين، إيش هذه المشركين؟ الشين لا تمط بهذه الدرجة، انتبهتي؟ وفي بعض الحروف الأخرى كنت تتكئين عليها وتطولين زمنها أكثر مما تستحق. أنت في طريق التعلم، أنت على الطريق الصحيح، أسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا الأخ أبو حسن أيضا من سوريا. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا. الله يحييك، تفضل من قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك أخي أبو حسن، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، أسأل الله لك مزيد التوفيق. معنا اتصال من الأخت فاطمة من السودان. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين عهدتم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا. أخت فاطمة، الاتصال ما هو، ما الصوت غير مسموع جيدا عندي. العفو منك، سامحينا أخت فاطمة، ما مسموع، لا أستطيع أن أحكم على هذه القراءة. من؟ يوسف. نعم. يوسف من تونس. أم يوسف من تونس، تفضلي يا أم يوسف تفضلي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم عهدكم. لا، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا أم يوسف، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، لا أقول جيدة بل ممتازة، وأسأل الله أن يزيدك توفيقا، لعلك تحفظين القرآن لا أدري، لكن تلاوتك ممتازة، وتابعي حتى يعني إذا كان باقي أشياء ضعيفة قليلة تذهب بالمرة وتصيد تلاوتك لا غبار عليها نهائيا إن شاء الله. معنا أخونا حافظ من السودان، تفضل يا أخ حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الاتصال فيه رداءة في آخره أخ حافظ، الذي سمعته منك يعني في أحسن منه، بالمتابعة إن شاء الله تتحسن. انتبه إذا جاء في القراءة مفخم ومرقق، اترك المرقق مرققا والمفخم مفخما، لا تجعل أحدهما يؤثر على الآخر. مثلا براء براء براء، ولا تقل براء با با براء. معنا الأخ محمد من السودان، تفضل يا أخ محمد. تفضل يا أخ محمد، تفضل حبيبي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. بارك الله فيك يا أخ محمد، تلاوتك جيدة لكن أحيانا بعض الغنن تذهب منك، بعض الغنن الممطوطة في الميمات والنونات يعني تغفل عنها، فانتبه لها وحاول ألا يفوتك شيء منها. معنا الأخت أم ماهر من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي من أول السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله أحسن من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من أخت ماهر بارك الله فيك، تلاوتك جيدة وفي أجود، في أجود إن شاء الله بالمتابعة. اليوم الاتصالات في تشويش، ما أدري يمكن بسبب الأمطار أظن في سوء في الاتصالات. معنا الأخ نظر الإسلام من بنغلاديش، تفضل يا نظر الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل. كيف حالك شيخنا؟ حياك الله، الله يرضى عليك، بارك الله فيك. الله يسلمك شيخنا. أنا اقرأ أي سورة؟ أنفال للتوبة. التوبة، طيب التوبة قرأ من أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ نظر الإسلام، سورة التوبة ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التوبة ما فيها بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله على طول. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. لابد من تعلم الأحكام نظريا والتدرب عليها عمليا. بقراءة أخينا نظر الإسلام من بنغلاديش أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستقي الأنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي. من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو. أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري كي أحفظ يا كتاب الله. حتى تقول يوم الحساب، رتلي من ذا الكتاب. ولترتقي في جنان الله.